مجتمع تعلم مهتم بنشر قيم ووسائل وأدوات التعليم الحر. في ثلاث فلسفات أساسية بنتبناها في شغلنا: تعليم موجه ذاتياً، تعليم ديمقراطي، وتعليم نقدي. الأطفال بيتعلموا اللي هم عاوزينه في الوقت وبالطريقة اللي تناسبهم، بس كمان بنعمل ده وإحنا بنمارس وسائل ديمقراطية لإدارة المجتمع التعليمي بتاعنا، وبنشتبك مع محتوى هدفه العدالة الاجتماعية والتغيير والتأثير في العالم اللي احنا بنعيش فيه. مجتمعنا التعليمي مكون من أعضاء مختلفين، في الأطفال طبعاً الأساسي، وحالياً بنشتغل مع سن من 7 سنين لـ12 سنة، وقريب جداً مع بداية السنة هنبدأ برنامج للطفولة المبكرة 4 لـ6 سنين، وبرنامج للنشأ 13 لـ17 سنة. في كمان المؤثرين اللي بيتابعوا رحلات التعلم للأطفال على كل المستويات، سواء كانت بدنية أو عقلية أو اجتماعية أو وجدانية. في الأهالي طبعاً جزء من مجتمعنا التعليمي وبيشاركوا فيه حسب إتاحتهم بأشكال مختلفة. في كمان أهل الخبرة، واللي هم أفراد ومؤسسات متخصصين في مجالات مختلفة من علوم وفنون، وبيقدموا للأولاد خبرات مختلفة مبنية ساعات على اللعب أو على التجربة أو على الفنون أو تنمية المهارات المختلفة، سواء بشكل شخصي أو أكاديمي. وأخيراً عندنا مجلس الحكمة، وهم أجدادنا، وهم أشخاص فوق 60 سنة، بيجوا بيقضوا معانا وقت وبيقعدوا معانا شوية وبيشاركونا خبراتهم. يعني نقدر نقول إننا مجتمع متعدد الأجيال ومن 6 سنين لغاية 60 سنة. في مساحات بنبدأ كل يوم بدايرة صباحية بنتجمع فيها علشان نلعب ونطمن على بعض ونشوف أخبارنا إيه ونشارك النوايا بتاعتنا لليوم ده، والمؤثرين في الدايرة دي بيشاركوا جدول اليوم والأسبوع. الأطفال ممكن يطلبوا أي شيء خاص برحلة تعلمهم، ممكن مثلا يكون سؤال بيدوروا على إجابة ليه، أو خبرة معينة نفسهم يخدوها، أو مكان عاوزين يزوروه. والطلبات دي من الأطفال هي اللي بالأساس بتحدد البرامج والخبرات اللي بنصممها وشكل الجدول التعليمي في المساحة، إلى جانب طبعا بعض الخبرات اللي ممكن تكون من جانب الفريق التعليمي عشان الأطفال يتعرضوا لأشياء مختلفة. إحنا مش بنقدم مناهج بالشكل التقليدي، ولكن بنشتغل بشكل مربوط بالحياة، شكل مبني على الموضوع. يعني مثلا بنختار موضوع حياتي قريب من حياة الأولاد وموجود في يومهم ويقدروا يلمسوه، زي مثلا المية أو الفلك أو أي حاجة تانية هم بيقرروا إن هي موضوع مهم بالنسبة لهم في الحياة دلوقتي، ومن خلاله بنتطرق لكل المواد المختلفة وبنتعلم عنها من خلال موضوع حياتي. الجزء الثاني من اليوم بيكون الجزء الخاص بالتصميم والتنفيذ للتجارب التعليمية دي. بيكون فيه في المساحة فرص تعليمية مختلفة بيعرضها كل أعضاء المساحة، من مؤثرين لأهل خبرة لفي بعض الأحيان الأهالي، وطبعا كمان من الأطفال بعضهم لبعض، لأن هم كمان مصدر تعلم ومعرفة وبيتعلموا حاجات مختلفة، فينفع يقدموا عروض تعليمية لبعض. أثناء اليوم بيكون فيه فرص تعلم مختلفة، وبنسمي الحاجات دي فرص أو عروض تعليمية، لأنه الأطفال بيختاروا ينضموا لإيه، مفيش إجبار على شيء، والانضمام بيكون حسب الاهتمام بتاع الطفل. وبالتالي هتلاقي أطفال مختلفة طول الوقت في أماكن مختلفة في المساحة، بيعملوا أشياء مختلفة هم مهتمين وشغوفين بيها. في آخر اليوم بيكون عندنا تنظيف جماعي، وده بيكون عشان يكون عندنا مسؤولية مشتركة تجاه المكان اللي بنتعلم فيه وبنقضي فيه وقت سوا. آخر حاجة بنعملها في اليوم هي الدايرة، دايرة آخر اليوم، ودي بيكون هدفها التأمل في اليوم، وده جزء مهم جدا في عملية التعلم. مفيش تعلم من غير تأمل الحقيقة. في الدايرة دي بنشارك يومنا كان عامل ازاي على مستويات مختلفة، سواء على مستوى التعلم أو على مستوى العلاقات اللي ما بيننا. لو اليوم ده آخر يوم من الأسبوع، فاحنا بنعمل حاجتين زيادة. الأولى هي أننا بنوثق اللي تعلمناه خلال الأسبوع ده، فكل طفل عنده ملف الإنجاز الخاص بيه، وده بيكون فيه التأملات الفردية للطفل إلى جانب تأملات من الميسر اللي بيشتغل مع الطفل ده كمان. وبرضو الملف ده بيكون فيه أي منتجات خاصة بالطفل أو طلعها من أي مشروعات اشتغل عليها. ملف الإنجاز بنقدر نقول إن هو بديل للشهادة، وبنقدر نقول إن هو بدل ما هو شهادة فهو شاهد على رحلة الطفل الحية وهو بيكبر وبينمو، والمشروعات والخبرات والمغامرات اللي بيكون جزء منها. وأخيراً في آخر الأسبوع بيكون عندنا اجتماع اسمه
اجتماع تنسيق العمل الجماعي أو اجتماع الاتفاقيات. فبنيجي مع بعض كمجتمع تعلم وبنشوف ايه هي الأشياء اللي ضايقتنا أو ما نفعتش وما اشتغلتش معانا خلال الأسبوع. ده الاجتماع للأطفال والمؤثرين فيه بيقرروا سوا هيحلوا المشاكل دي ازاي، وهيقضوا مع بعض وقت أفضل وأكتر فعالية مع بعض ازاي. دي بتكون فرصة كبيرة جدا ان الأولاد يكونوا جزء من إدارة المساحة، وان هم يقدروا يمارسوا طرق العيش مع بعض بشكل ديمقراطي. بيناقشوا مشكلات، بيطلعوا حلول، بيتفاوضوا على الحلول دي، بياخدوا قرارات، بيحلوا خلافات، والحلول دي كلها بنسميها اتفاقيات. فالفكرة فعليا هي ان احنا بنخلق مجتمع بيعيش وبيتعلم مع بعضه، مجتمع شبه الحياة الحقيقية، بنمارس فيه وبنتناقش فيه وبنتعلم فيه، بنواجه نفسنا وخلافاتنا، وبنعمل اللي بيهم كل حد مننا واحنا مع بعض، وفي نفس الوقت بنحاول نشوف ازاي نقدر نوازن ما بين اهتمامات وشغف كل حد، وفي نفس الوقت نقدر نكون مقدرين بعض في الحياة الجماعية اللي احنا فيها. احنا بنعيش الحياة فعليا مع بعض في كل لحظة، مش بنحضر الأولاد للحياة، إنما بنخلق الحياة في اللحظة وبنعيشها وبنقابلها، والأولاد هما مركز كل ده. في رأينا هو ده هدف التعليم.